الراديو 90 90 هواها مصري. بنت عندها 3 سنين ونص ما بتتكلمش خالص، بتسمع كويس جدا وبتلتفت للكلام وبتفهم، لكن هي ما بتتكلمش اكتر من ماما وبابا. 3 سنين ونص يا دكتور، بس اي حاجه عايزها تصرخ، بتعبر بالصريخ. ده بتعبر بالصريخ علشان دي الطريقه اللي كانت بتحصل بيها على طلباتها، فهي تبنتها يعني. عارفه زي المدير اللي في شركه اللي اكتشف ان هو لما بيزعق في الموظفين بتوعه بيسمعوا كلام، فقرر ان هو ايه، ما هي دي الطريقه، ليه بقى اتكلم بصوت هادي، ما ليه اغامر يعني. نوريكوا ايام بقى بالظبط كده. الحكايه بقى انها ما تتكلمش، طالما ان هي صاحبه السؤال ركزت او اكدت على ان الطفله بتسمع كويس يا فاطمه، يبقى هنا في مناخ او مناخ نفسي لا يساعد على الكلام. فاكره انت الكلام اللي انت دايما كنت انت بتقوليه، هتلاقي الطفله دي ما حدش بيتكلم معاها يعني. صح. على فكره يا جماعه، الكلام زي علاقه الحب يعني، فاهمة؟ ما ينفعش، أو زي مكالمة التليفون، ينفع أنت تبي ماسكة التليفون وما بتكلميش حد على الطرف الثاني وتقولي أنا بتكلم في التليفون؟ لا طب لازم يبقى فيه كلام. أقول لك فاطمة جنين. لا فالمنطق بيقول إيه؟ إن الطفل عشان يتكلم لازم يلاقي حد يتكلم معاه، يعني مش هيتكلم مع نفسه او مش هيتكلم مع اللعب. صح. فاحنا ما ينفعش نقول ايه، الطفل ما بيتكلمش، او حد يتكلم قدامه عشان يلقط منه الكلام. بالظبط كده، يا يتكلم معاه يتكلم قدامه. وتحديدا بقى في الحاله دي، من اكتر الحاجات اللي هتكون مفيده ان الطفل يروح حضانه. غالبا ما الطفله دي ما بتروحش حضانه يا جماعه. وضحها، ما اعرفش الناس ما بتصدق ان احنا نودي حضانه بنرتاح شويه. الناس شوي. يا فاطمه عندهم ميس كونسبت او اعتقاد خاطئ. بص يا دكتور، هقول لحضرتك بقى حاجه في وسط قعدتي مع الامهات. في مدرستين في الموضوع. حلو. مدرسه تقول لك انا هودي حضانه، الحضانه لازم ومهمه وهتفرق في شخصيتهم وتربيتهم، ومدرسه تانية تقول لك اللي بيودوا حضانه دول مهملين في عيالهم وربنا هيحاسبني عليهم بدل ما اقعد معاه اللي انا دفعت فلوس. ده غلط تماما، ده خطا تماما. وده بقى بالنسبه للجزئيه دي، هي دي بقى المشكله، ان في ناس كتيره قوي في مجتمعنا عندهم ديليوجن، وديليوجن في الطب النفسي تعريفه فولس فيكسد بليف، اعتقاد راسخ خاطئ، ان الحضانه دي معموله للامهات العاملات او الامهات اللي عايزه تدلع اللي بيشتغلوا. بالظبط كده. فتلاقي ام تقولك ايه، ما هنا ست بيت اودي ليه حضانه. يا ستي حضرتك ست بيت هانم على راسنا، انما الحضانه دي المكان الطبيعي اللي الطفل يكون موجود فيه في العمر ده على فكره، لانه بعد كده هيروح المدرسه على يعني. وفي حاجه انا بلاحظها يا دكتور، والله مش دفاعا عن فكره ان انا وديت ولادي حضانه. لا اصل ده مش دفاع، مش جريمه عشان احنا ندافع عنها. بس انا ملاحظه حاجه، ان دايما او نسبه كبيره، مش عايزه اقول دايما، من الاطفال اللي اهاليهم قاعدينهم في البيت وكله مشغول وكله بيشتغل او كله بقى عنده حياته العاديه، ما بيلاقيش حاجه يعملها، مش بتلاقيه بيتكلم، او تلاقيه عندهم مشكله معاه في حاجه، في نقطة. مشكله سلوكيه، او هتلاقي الطفل ده عنده انطواء، ودوه حضانه لانه هو وظيفته ان هو يتعرف على العالم ويكتشف العالم ويتعامل مع اطفال قده واصغر واكبر، ويتعلم حاجات من خلال ناس تانية مش من خلال الام. على فكره الجمله اللي انت قلتيها دلوقتي من شويه دي بتمثل مبدا خطير، اللي هو فكرة ان الام تقول انا كده حرام ربنا هيحاسبني ان انا وديت ولادي حضانة. لا ده انت ربنا يحاسبك على العكس على فكرة، ان انت، لان انت في الاخر انت مش الحضانة دي مش مكان مجهول بنرمي فيه ولادنا او النار يعني، انت تخيري الحضانة كويسة. وفي الاخر الطفل لازم الحضانة دي تكون جزء من حياته، فانت ما تحرميهوش من الجزء ده. صح. هنطلع